نفسي للأستاذة انطلاقاً من هذا الوعي لأهمية دور المناطق بمعارض الكتاب، تقوم وزارة الثقافة والاتصال بإطار استراتيجيتها لدعم النشر والكتاب إلى عناية بحلقة العرض لا تقل أهمية عن حلقات أخرى من إنتاج وترويج وتوزيع وإتاحته للعموم. اسمحوا لي أن أذكر هنا ببعض الأرقام الدالة الخاصة بموسم 2019. هذه الدورة الثالثة ديال معرض المغاربي للكتاب. هذا المعرض المغاربي للكتاب الموضوع ديالو هذه السنة هو الإيصال. الإيصال من جيل إلى جيل. هاد الفكرة الأساسية هي كيفاش غادي يمكن نتكلموا بالنسبة للأجيال المقبلة إن شاء الله على المغرب الكبير. ما هو الصورة أو المغرب الكبير اللي بغينا نفسروه ونقدموه لولادنا؟ هذا هو. الى جانب هذا الشيء بطبيعه الحال كاين واحد المجموعه ديال المواضيع، كاين شي 36 موضوع اللي غادي يتداول واللي غادي يتناقش من طرف خبراء ومثقفين جايين من اوروبا، من افريقيا، بطبيعه الحال من المغرب الكبير، المغرب، الجزائر، تونس، الى جانب واحد مجموعه ديال الاختصاصيين من نشراء، من فنانين تشكيليين الى اخره، اللي غادي يغطيو جميع الاماكن ديال المدينه ومن بعد جميع المدن ديال الجهه ان شاء الله. فوالا.